نصيحتي أنا إلون للسباحين اللي بالشرق الأوسط إنه بعرف إنه الوضع عندهم أصعب من أوروبا وأصعب من أمريكا أو أي قرنة تانية، فأنا بس أقول لهم إنه لا تخلوا حدا يقلكم إنه أنتوا حلمكم إنه مستحيل، ونحن عنا بالشرق الأوسط بس شغل ودراسة وكل هذا. أنا بس أقول لهم إنه لازم إذا هن عن جد بيحبوا هذا الشيء إنه يكملوا فيه ويحطوا هدف دائما، ما يقولوا مستحيل مستحيل مستحيل، إنه لازم يصدقوا قبل ما يعملوا شيء، وإنه ما لازم يحطوا راسهم طريق واحد. خلاص إذا طريق واحد سكر في ألف طريقة تانية لحتى يوصل لهدفه. فهاي نصيحتي، وإنه لازم دائما يكونوا open minded وياخذوا نصايح، وكمان إنه يثقوا بالمدرب إذا هو طبعاً كان منيح المدرب، يثقوا فيه، يكملوا ويتمرنوا، ولا تخلوا حدا يقلكم إنه لا أنتم بالشرق الأوسط معناتها اللي برا أحسن منكم، لأنه أنا كمان صارت معي وكملت وقلت لا خلص أنا رح كمل، وإنه مثلاً بسوريا بكالوريا بعدين لازم تعدي بالبيت، فهذا الشيء غلط، لا تفكروا هيك ابدا، لازم تكملوا، لازم الشيء اللي بتحلم فيه كمله حتى لو العالم اللي حواليك ما له كثير راضيين على هذا الشيء، اذا انت حابه واذا انت مبسوط فيه كمل فيه.